لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا البرنامج، برنامج الركن الخامس، والذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. من هنا، من المشاعر المقدسة ومن بين حجاج بيت الله الحرام، تبث القنوات الفضائية المتعاونة معنا عبر أثيرها هذا البرنامج، فشكراً وشكراً لهم وشكراً لكم أيها المشاهدون والمشاهدات على هذه المتابعة. في بداية هذه الحلقة الأولى من هذا اليوم، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أرحب بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي الشريف، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم شيخ ماهر، يا هلا والله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية صاحب الفضيلة، في حلقة من البرنامج السابق، برنامج بناسك، تناولنا ما يتعلق بأحكام الحاج يوم التروية. غدا سيكون يوم عرفة، فنريد لمحة عن الواجب على الحاج في يوم عرفة. حياكم الله يا دكتور ماهر، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا شك ولا ريب أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان هذا الحج إلى بيت الله الحرام، وهو الذي أجمع العلماء على أنه يفوت الحج بفواته، وهذا المجمع العظيم هو أعظم مجامع الدنيا على الإطلاق، ويجتمع المسلمون جميعا في صعيد عرفات لسؤال الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يوم العتق من النيران، ويوم المباهات، ويوم الدنو والنزول الإلهي لله تبارك وتعالى. لا شك أنه يوم عظيم، حري أن يفرغ الإنسان قلبه وجوارحه له، ولا سيما لمن كان من حجاج بيت الله الحرام. المشروع للمسلم في ذلك اليوم يا شيخ ماهر هو متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون الاهتمام بهذا اليوم وبهذا المكان قبل الوصول إليه، وذلك بأن يغتسل الإنسان قبل ذهابه إلى عرفات، كما ثبت هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا غسل، لكنه ثبت عن جماعة من الصحابة، جاء عن علي وعن ابن عمر، وروي أيضا عن عمر رضي الله عنهم أجمعين وعن غيرهم من السلف الصالح. ثم الأمر الثاني أنه إذا أقبل على طريقه وسار إلى عرفات، فإن الذي ينبغي إشغال النفس بثلاثة أمور كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فكان منهم الملبي، وكان منهم المكبر، وكان منهم المهلل الذي يقول لا إله إلا الله. فلو استطاع الإنسان أن يجمع بين هذه الخيرات فيكثر من ذلك إلى وصوله إلى عرفات، فلا شك أن هذا أمر عظيم. الأمر الثالث الذي ينبغي قبل أن ندخل في الأمر الثالث صاحب الفضيلة، ما الواجب في الوقوف في يوم عرفة؟ هل يكفي مثلا وقوف نصف ساعة أو وقوف دقائق؟ ما الواجب في هذا؟ لا شك أن الذي أجمع عليه العلماء أن من وقف بعرفات بعد طلوع الفجر فإن حجه باطل، ومتفقون على أن من وقف بعد الزوال فإنه قد أصاب السنة. ولا شك أن وقوف ولو قدر يسير من أي جزء من أجزاء ذلك اليوم من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر، لا شك أنه مجزئ ولله الحمد. وذهب الطائفة من أهل العلم أن الوقوف يصح من بعد الفجر، والمسألة بحثها يطول. نعم. جميل. لو دخل الحاج قبل أو بعد الزوال ثم خرج قبل غروب الشمس،
هل يشرع في حقه هذا؟ والله لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن هذا لا يجوز، وأن من فعل ذلك فإن عليه دما. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع من عرفات إلا بعد الغروب، وقال خذوا عني مناسككم. نعم، جميل، أحسن الله إليك. نرجع إلى السنن المستحبات، هل تشرع الطهارة من الحدثين في يوم عرفة؟ لا شك أن العلماء رحمهم الله ينصون على أن طهارة الإنسان من الحدث الأكبر ومن الأصغر ومن النجاسة أمر مستحب. هذا يوم فاضل، يوم دعاء ويوم ذكر ويوم تلاوة لكتاب الله عز وجل، فما أحسن أن يكون المسلم طاهرا من هذه الأحداث. جميل. وبالنسبة إلى الصلاة، صلاة الظهر والعصر، كيف يؤديها المسلم في يوم عرفة؟ السنة في صلاة الظهر والعصر أن يصليها الإنسان مجموعة، سواء كان ذلك في جماعة أو صلى مفردا، وإن كانت صلاته في جماعة لا شك أنها الأوفق للسنة والأكثر أجرا، فتصلى مجموعة في وقت الأولى، يعني في وقت الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة قصيرة ثم بادر إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يتوفر الوقت للذكر وللدعاء، فإن هذا اليوم يوم عظيم، يوم الدعاء، بل هو أفضل أيام الدنيا وأيام السنة لأجل الدعاء. نعم، جميل. ما الذي يستحب للحاج في هذا اليوم؟ قراءة القرآن، ذكر الله، ما الذي يستحب له؟ هذا يوم عظيم، يوم اللحظات فيه ثمينة، يجب على الحاج أن يستحضر هذا الأمر، وينبغي عليه أن يهتبل هذه الفرصة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا لا بأس به، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ينبغي على الإنسان أن يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. ذلك اليوم يوم تسكب فيه العبرات، وتستقال فيه العثرات، وترجى فيه الطلبات، فيكثر الإنسان من دعاء الله سبحانه وتعالى. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في ذلك اليوم، اللهم إلا ذكر الله عز وجل بالتهليل، أن يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المهم أن يشغل الإنسان لسانه مع حضور قلب بدعاء الله عز وجل والإكثار من ذكره، وإن نوع بين تلاوة القرآن وتسبيح وتكرير، إذا يعني أصابه شيء من السآمة والملل من إطالة الدعاء فلينوع، يتلو كتاب الله عز وجل أحيانا، يسبح أحيانا، يكبر أحيانا، يتباحث في شيء ينفعه من أمور الدنيا أو تذكير بالآخرة مع إخوانه. المهم أن تستغل الساعات في ذلك اليوم في ذكر الله سبحانه وتعالى. جميل. إذا دعا الحاج فضيلة الشيخ، هل يستحب له أن يتجه إلى اتجاه معين؟ لا شك أن السنة أن يكون متجها للقبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند الصخرات واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. جميل. ما نصيحتكم صاحب الفضيلة لاستغلال الوقت، استغلال وقت الحاج في ذلك اليوم والحرص على الوقت في ذلك اليوم؟ أنا قلت قبل قليل الثانية أو اللحظة في ذلك اليوم والله إنها ثمينة. النصيحة هو الحرص على الوقت واستغلال الوقت في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على ذلك اليوم وعلى لحظاته أنه لما سقط يعني أو احتاج أن يزم الناقة التي كان عليها وهي القصواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزمام بيد ولا يزال رافعا يده الأخرى في الدعاء، لأجل أن تستغل كل لحظة في دعاء الله تبارك وتعالى. لي نصيحة لإخواني الحجاج، وهي حبذا لو أنهم تخففوا من هذه الأجهزة التي نسميها الذكية، فإنها من أكثر المشغلات التي تأخذ أوقات الإخوة الحجاج في ذلك اليوم. لو أنهم تخففوا من ذلك وقللوا من القال والقيل واللغو والخوض، لأجل أن يستغلوا هذه الساعات القليلة فيما هو نافع، وكل ما يعني يترك فلا شك أنه يمكن استدراكه بعد ذلك. نعم. جميل، أحسن الله إليكم. كذلك ما يتعلق بحفظ حفظ اللسان وحفظ الجوارح في ذلك اليوم، ما نصيحتكم؟ أنا أقول هنيئا لمن حفظ في ذلك اليوم قلبه ولسانه وبصره. أما لسانه فيحفظه عن غيبة ونميمة وكذب، ولو على سبيل النكات أو ما يسمى بالمزاح، بعض الإخوة الحجاج يجتمعون ويتندرون فيما بينهم، تذهب عليهم الأوقات ويكسبون الآثام، يكذبون، يغتابون، ينمون. أيضا حفظ البصر عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى،
وربما يقول قائل كيف يكون ذلك في ذلك اليوم العظيم؟ أقول هذه الأجهزة مع الأسف الشديد قربت لنا هذا الشيء البعيد، فحبذا لو حفظ الإنسان بصره في ذلك اليوم. أيضا أن يحفظ الإنسان قلبه، ينقيه من احتقار إخوانه ومن الكبر عليهم ومن الغل والحسد، أيضا من الغضب. ربما يحصل تقصير في بعض الحملات وتجد الغضب والسباب والقلب يفور من الغضب والحقد أو شيء من هذا. أنا أقول هنيئا لمن حفظ لسانه وحفظ بصره وحفظ قلبه في ذلك اليوم العظيم. جميل، أحسن الله إليكم. بعض الحجاج صاحب الفضيلة يأتي إلى الجبل الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك به، ما حكم مثل هذا الفعل؟ مع الأسف الشديد هناك خطأان يتعلقان بهذا الأمر. الأول الصعود إلى الجبل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع على أن هذا ليس بمشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لا صعد الجبل ولا حث على ذلك، ولا يعرف عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذا، وجماهير العلماء على أنه لا يشرع الصعود إلى الجبل، وإذا خالف مخالف في هذا وهم قلة من أهل العلم فلا شك أنهم محجوجون بالسنة. الأمر الثاني وهو أشد، وهو ما يفعله بعض الناس من كونهم يتبركون، إما بأخذ حصيات، إما بأخذ شيء من التراب، إما بالتمسح، إما بعقد عقد، وكل هذا من آثار الوثنية التي ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل تحذير الناس منها. فلا شك أن المشروع للحاج أن يتنبه إلى هذا الأمر، فإن الوقوع في هذه الآثام التي قد تصل إلى حد الشرك الأكبر وقد تصل إلى حد ما دونه وهو الشرك الأصغر، لا شك أنه أمر عظيم يذهب بفضل وأجر ذلك اليوم. ما تعب الحاج ولا جاء إلا لأنه يطلب فضل الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات أسفل الجبل وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. فيتعنى بعض الناس ويذهب عليه الوقت في الصعود في شيء غير مشروع، ثم يزيد الأمر يعني سوءا بأن يتبرك هذه التبركات الممنوعة، لا شك أن هذا غير مشروع. نعم. جميل جميل. نريد أن ننتقل صاحب الفضيلة موضوع آخر متعلق بالحج، وهو أعمال القلوب في الحج. أعمال القلوب في الحج، هل الحج فقط عبادة بدنية نمشي ونذهب وندخل عرفة ونخرج من عرفة، أم هناك كذلك أعمال قلبية لابد أن تكون في الحج؟ والله يا أخي الكريم، الحج عبادة عظيمة، ومع الأسف الشديد قليل من الناس من يحسن الانتفاع بهذه العبادة وأدائها على وجهها. حتى إن شريحا رحمه الله أحد السلف قال الركب كثير والحاج قليل. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له ما أكثر الحاج؟ قال بل ما أقلهم. والسبب في ذلك أن بعض الناس يحج حجا لكنه غير مبرور، والسبب أنه يجعل حجه حج بدن لا حج قلب. والمشروع أن يجمع الإنسان بين ثلاثة أمور في حجه، وهي أن يحج بدنه، وأن يحج قلبه، وأن يحج لسانه. نعم. قبل الشروع في الحج، قبل الإحرام، ماذا يشرع من أعمال القلوب قبل بداية الإحرام إذا جاء الإنسان إلى الميقات؟ ماذا يشرع هنا من أعمال القلوب؟ الأمر في شأن الحج شأن عظيم، والله عز وجل قال في نسك من مناسكه قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال المفسرون رحمهم الله أي أن الذي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو اللحوم التي ذبحت في الهدي والأضاحي في هذا المشهد العظيم، إنما الذي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ما يقع في القلوب من تقوى الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والإخبات إليه. شأن القلوب في الحج شأن عظيم. المطلوب من الحاج أن يحج قلبه وأن يحج بدنه تبعا لقلبه، فإن القلب هو ملك الأعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الوصية أن يستحضر الإنسان في قلبه كل معنى من معاني الحج، كل خطوة يخطوها ينبغي أن يقف الإنسان عندها متفكرا متأملا قبل أن يبدأ الإنسان في نسك الحج. يذهب إلى الميقات، فإنه يهل من الميقات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدد المواقيت لأهل الأمصار.
هذا الفعل وهو أن الإنسان يذهب إلى الميقات ويحرم من الميقات تعظيم لبيت الله عز وجل، وتعظيم البيت تعظيم لربه سبحانه وتعالى. فيستحضر الإنسان أنه حينما يحرم من هذا المكان البعيد عن بيت الله عز وجل فإنه يعظم هذا البيت، وهذا التعظيم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتجرد من هذه الملابس، يتجرد من ملابسه المعتادة والتي يسميها الفقهاء المخيطة. المخيط هذا ما علاقته بأعمال القلوب؟ لا شك أن له تعلقا عظيما من جهات متعددة. إذا تجرد الإنسان من ملابسه ينبغي عليه أن يجرد التوحيد في قلبه، بمعنى أنه ينفي كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فالقلب محبة وتعظيما وإخباتا وخوفا ورجاء يتعلق بالله العظيم سبحانه وتعالى، يجرد النية والإخلاص، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أيضا يجرد الإنسان قلبه من الأحقاد ومن الضغائن، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى يرجو فضل الله عز وجل. ينبغي عليه أن يسعى في تصفية قلبه من هذه الأوباش. أيضا إذا لبس الثياب البيض عليه أيضا أن يتذكر أنه ينبغي أن يحرص على أن يكون القلب أبيض أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في صحيح مسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه أخبر عن عرض الفتن على القلوب، فأفاد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة فائدة عظيمة، وهي أن القلوب تعود إلى قلبين، إلى قلب أبيض كالصفا، وإلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. وذلك بسبب هذه الفتن التي تنكت في القلب وتجمع عليه والعياذ بالله نكتة بعد نكتة، يسود أو أنه يبيض. فينبغي على الإنسان أن يحرص على تصفية قلبه، وهذا هو القلب السليم الذي ينجو عند الله سبحانه وتعالى. الحج يذكرنا بيوم المعاد، ويوم المعاد لا ينجو فيه إلا صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سأسلم لله، سلم لرسوله صلى الله عليه وسلم، استسلم لقدره سبحانه وتعالى، وسالم عباده المؤمنين. جميل جميل. هذا الحديث الشيق أيها المشاهدون والمشاهدات نستكمله بعد الفاصل، فابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم أيها المشاهدون المشاهدات من جديد مع ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور صالح سندي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعود إلى الحديث عما سبق من أعمال القلوب والحج، ما يتعلق بالتلبية، كيف يستحضر الحاج أعمال القلب في التلبية؟ لا شك أن التلبية شعار الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع أول قدمه في أول خطوة من خطواته في الحج عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة إلى بيت الله صدع بالتلبية عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم كانوا، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وجاء من حديث غيره أنهم كانوا يصرخون بها صراقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، وهذا لا شك أنه من أعظم الأعمال في الحج التي ينبغي على الإنسان أن يداوم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لبى وداوم على التلبية عليه الصلاة والسلام إلى أن رمى جمرة العقبة الكبرى. التلبية الحق أنها كلمات من قالها بقلبه ولسانه فإنه يكون محققا لنوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. ولا شك أن هذا من أعظم مقاصد الحج. الحج إنما أسس على أساس عظيم للتوحيد، فإذا قال الإنسان لبيك اللهم لبيك فهو
يناجي ربه سبحانه وتعالى ويعلن أنه يجيب الله سبحانه وتعالى إجابة بعد إجابة، فليكن مستحضرا هذا الأمر أن حياته كلها إنما هي إجابة لأمر الله عز وجل، لأنه عبد له، والله ما خلقه إلا لعبادته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يخلع الأنداد والطواغيت وكل من يشرك به من دون الله سبحانه وتعالى ليكون التجريد والتفريد للواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من تلبيته أن يقول لبيك إله الحق، فالله عز وجل هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل. فالواجب على الإنسان أن يستحضر هذا الدرس العظيم، وهو درس التوحيد، ابتداء من التلبية ومرورا بأشياء كثيرة في الحج كلها تعيد الإنسان وتذكره بهذا العهد العظيم وهو عهد التوحيد. جميل. إذا لبى وأحرم من الميقات واتجه إلى بيت الله الحرام، ماذا يشرع له هنا من أعمال القلوب؟ الذي ينبغي عليه أن يداوم على التلبية ليكون استحضاره لتوحيد الله عز وجل وتعظيمه مستمرا. إضافة إلى هذا عليه أن يتذكر قول الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فمن قصد بيت الله عز وجل عليه أن يعلم أنه يطلب فضل الله عز وجل، فليخبت وليلح في الدعاء لله سبحانه وتعالى. ثم ها هو درس التوحيد يعود، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم لا من غيره، فالدعاء لله عز وجل والطلب منه والسؤال له تبارك وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يطلب أو يرجو فضلا أو دفع ضر من سوى الله سبحانه وتعالى. يستمر على ذلك، يلحظ هذا المعنى ويستذكره أثناء هذه الرحلة المباركة إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام. جميل. إذا وصل إلى بيت الله الحرام، ما المعاني التي لا بد أن يستحضرها الحاج من أعمال القلوب؟ لا شك أن الإنسان إذا وصل إلى بيت الله وصل إلى مهوى القلوب، وصل إلى البيت المعظم الذي فطر الله سبحانه وتعالى المؤمنين على حبه. هذا البيت العظيم ينبغي على الإنسان أن يستحضر أثناء وقوفه أمامه وطوافه به أن هذا البيت العظيم بيت أسس على توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم البيت لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. قال المفسرون رحمهم الله كان هذا العهد على إبراهيم فمن بعده من المسلمين أن يكون التوحيد لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك بالله سبحانه وتعالى أحد. هذا البيت مؤسس على أساس عظيم من التوحيد، وهكذا ينبغي لمن قصد هذا البيت أن يكون موحدا لله عز وجل، حبه ورجاؤه وخوفه ودعاؤه ونذره وذبحه واستعاذته كلها بالله العظيم سبحانه وتعالى. هذا أعظم درس ينبغي على الإنسان أن يستحضره إذا شاهد بيت الله الحرام. نعم. جميل. إن شاء الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به. إذا أتى الحاج بيت الله الحرام ينبغي عليه أن يتعلم أحكام المناسك، يتفقه في أحكام المناسك. ما المعاني التي يمكن استحضارها من أعمال القلوب عند تعلم أحكام المناسك؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحج حجا يحبه هو وليس الذي نحبه نحن. جميل. ولأجل هذا ينبغي على الإنسان أن يستحضر فاقته وفقره إلى مولاه سبحانه وتعالى في تعليم المناسك. ولذلك كان من دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وأرنا مناسكنا. فالله عز وجل هو الذي يرينا، ينعم علينا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي استحضارها. أن الله عز وجل من علينا بتعليمنا وتعريفنا هذه المناسك بقاعا وأزمنة وأحكاما، فهذا من الأمر المهم الذي ينبغي استحضاره في ذلك المقام. جميل. بعد ذلك سيتنقل الحاج بين المشاعر، هنا سيأتي منى ثم ينتقل من منى يوم غد إلى عرفة ثم من عرفة إلى مزدلفة ونحو ذلك. نعم. ما المعاني التي على الحاج أن يستحضرها خلال تنقله في المشاعر المقدسة؟ ها هنا دروس ودروس، لكن لعل الوقت لا يسعف بأخذها جميعا يا دكتور. نعم. لكني أريد أن أقف هنا عند درس العبودية والاتباع. مناسك الحج تنادي على الحاج بأنه عبد لله،
الله يأمر وهو يطيع. الله أكبر. يقال له قف هنا، يقف، وطف هنا، وأسرع هنا، وأدعو هنا، وقبل هنا، وارمي وامسح هنا. هنا ولا تقبل، وارمي هنا، واليوم لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك شيئا، وغدا يجب عليك أن تأخذ من شعرك شيئا، وهرم جرى. الإنسان في كل هذه يقول: يا ربي أنا عبدك، وأنت سيدي ومولاي وإلهي، وأنا أفعل ما تأمرني به، أنت تأمر وأنا أطيع. وهذا درس عظيم من دروس العبودية. أما درس الاتباع فهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. وأجلى مظاهر ذلك أن يتتبع الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير في الحج، لأن شعاره في هذا الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ففي كل خطوة يخطوها لا يبحث عن الرخص ولا يبحث هل هذه سنة ولا واجب، إنما يقول: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفعل. هذا درس عظيم من دروس الاتباع، ينبغي على الإنسان أن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطوة من أقواله وأفعاله في هذا الحج. جميل جميل، هذه إطلالة سريعة جميلة منكم أحسن الله إليكم عن أعمال القلوب في الحج. نريد أن ننتقل إلى أعمال اللسان في الحج. ما أهمية عمل اللسان في الحج؟ الأمر كما تفضلت يا رعاك الله، الحج إن لم يجتمع فيه عمل القلب مع عمل اللسان مع عمل الجوارح فإن هذا الحج إما أن يكون حجا ناقصا أو أن يكون حجا منقوضا، نسأل الله السلامة والعافية. أعمال اللسان في الحج أعمال لا شك أن لها أثرا عظيما، فهذا الحج إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لإقامة ذكره تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الله عز وجل شرع لنا الطواف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وحسنه بعض أهل العلم، قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. فذكر الله سبحانه وتعالى في الحج لا شك أنه علم من أعلام هذا الحج وأساس من أسسه التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها. لكن يبقى أن الوصول إلى الكلام عن اللسان، واللسان كما قال الشاعر: إن اللسان صغير جرمه وله جرم عظيم كما قد قيل في المثل. أقول إن اللسان في الحج يتراوح تعامل الإنسان معه بين ممنوع ومشروع. نعم. طيب، من باب التخلية قبل التحلية. نعم. نبدأ بالممنوع. ما نعم. الممنوع على اللسان في الحج؟ الممنوع على اللسان أو الممنوع من عمل اللسان في الحج أشياء كثيرة، لكن أريد أن أقف عند ستة منها. أول ذلك الشرك بالله والعياذ بالله، والله إن الإنسان لا يأسف أشد الأسف أن أناسا يأتون إلى بقاع التوحيد، إلى بيت الله الحرام وإلى هذه المشاعر المباركة، ثم يدعون غير الله ويسألون غير الله ويقعون في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مقام يحتاج إلى تفصيل كثير، ولعلكم إن شاء الله تفردونه ببعض هذه الحلقات. الأمر الثاني مثل من يقول يعني: يا رسول الله مدد مدد، أو يا حسين، أو لا شك أن دعاء غير الله وهذا منه، أن هذا من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هناك أمر ثاني وهو البدع. مع الأسف الشديد ما أكثر الذين يحجون إلى بيت الله عز وجل ولكنهم يقعون في بدع قولية ما أنزل الله بها من سلطان، لا علمنا إياها ربنا في كتابه، لم تصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ودونك ما يسأله كثير من الناس في مواقع كثيرة، دعاء في هذا الموضع ودعاء في هذا الموضع ودعاء في هذا الشوط ودعاء في ذاك الشوط، وهلم جرى في أشياء ما ليس لها أصل في السنة. ولذلك الوصية للحاج: إياك أن تلتزم بشيء ليس عليه طابع النبوة. ابتلاؤك وامتحانك في هذه الحياة هو أن تعبد الله بما يحب لا بما تحب، والذي يحبه الله عز وجل قد بيّنه في كتابه وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر الثالث هو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. هذا هو الأمر الثالث، الرفث الجماع ومقدماته،
والمقدمات قد تكون بالقول، وهذا ربما يغفل عنه بعض الحجاج، فأنبه إليه أنه من خلال ربما مكالمات أو اتصالات أو رسائل واتس ونحو ذلك يتخاطب الإنسان مع زوجه ببعض عبارات العاطفة التي ليس هذا موضعها، وربما تكون داخلة في الرفث المنهي عنه، فينبغي التنبه لهذا. الأمر الرابع، قال سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو المعاصي، فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من سب وغيبة ونميمة واستهزاء وسخرية بالآخرين، كل ذلك داخل في هذا الأمر. الأمر الخامس، قال جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال، هذه المماحكات وهذه المجادلات العقيمة التي تقع في الحج قد تكون واقعة في أحكامه، في مواقيته الزمانية أو المكانية، أو تكون في غيره، وكل ذلك حثنا الله سبحانه وتعالى عن الابتعاد عنه. إذا كان هناك معروف فأمر به، إذا كان هناك منكر فانهى عنه، لكن إذا وصل المقام إلى حد مجادلة عقيمة ينبغي على الإنسان أن يقطع الحديث حتى لا يدخل في هذا الجدل المذموم. الأمر السادس الذي أنبه إليه وهو اللغو، فإن الحج مجمع للناس، يجتمعون في الخيام، يجتمعون في غيرها، والاجتماع مظنة حصول اللغو والقيل والقال وكثرة الحديث فيما لا ينفع، ولا شك أن هذا شيء لا يتناسب مع عظمة الزمان وعظمة المكان في حج بيت الله الحرام. هذه باختصار بعض الأمور التي تدخل في جانب الممنوع. جميل، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نريد أن ننتقل الآن إلى الجانب المشروع. ما هي أهم الأذكار التي تشرع في هذا الحج وفي هذه المشاعر المقدسة؟ الأمر كما ذكرنا قبل قليل حفظك الله، وهو أن حج بيت الله الحرام شعاره الذكر، ومن الأدلة ما سبق أن ذكرناه على ذلك، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. وذكر الله عام، تلاوة القرآن ذكر لله، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ذكر لله عز وجل، لكن الوصية أن يحرص الإنسان على شيئين هما أهم ما ينبغي الحرص عليهما من الحاج، وهما الذكر المخصوص الذي هو التلبية والتكبير، والأمر الثاني الدعاء. فالذكر من جهة والدعاء من جهة أخرى. أما الذكر فأهم ما ينبغي الحرص عليه التلبية والتكبير. جميل، نعم. نبدأ بالتلبية، ما المشروع في التلبية وما الذي ينبغي للحاج استحضاره وعمله عند التلبية؟ الكلام في التلبية كثير ومر بعضه، لكني أنبه على أمرين ينبغي الحرص عليهما: الأول المداومة، والثاني رفع الصوت، وهذان مع الأسف يحصل التقصير الكثير فيهما. أولا المداومة، بعض الناس يعني إذا بدأ إحرامه لبى ثم بعد ذلك يغفل عن المداومة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح إلى أن رمى جمرة العقبة الكبرى. الأمر الثاني رفع الصوت، كما ذكرنا العج من أحب الأعمال إلى الله، هذا أفضل الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يصرخون بالتلبية، لذلك ينبغي الحرص على رفع الصوت مع المداومة بالتلبية. جميل، نعم. ننتقل إلى التكبير وهو المشروع في هذا اليوم، ما المشروع في التكبير وما صفة التكبير التي ينبغي على الحاج أن يعمل بها؟ نعم، التكبير أيضا له شأن، وأي شأن في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع للإنسان إذا قبل الحجر أو حذاه أن يكبر، إذا جاء يرمي جمرة العقبة أن يقول مع كل حصات الله أكبر. لكني أنبه هنا إلى أمر يتعلق بالتكبير، وهو أن التكبير الذي يتعلق بالحاج أمران: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو ما كان في العشر من الحاج ومن غيره، أن يكبر الله سبحانه وتعالى بأي صيغة من صيغ التكبير الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، أو غير ذلك مما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما التكبير المقيد فإنه بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر، يعني عقيب الصلوات ابتداء من ظهر يوم النحر،
وينتهي بالنسبة للحاج وغيره مع صلاة العصر من آخر أيام التشريق الذي هو اليوم 13. فهذا مما ينبغي الحرص هذا عليه. التكبير المقيد أي يكبر بعد الصلاة عقيب مباشرة. الصلوات نعم قلت يعني أي. في أدبار الصلوات بعد تسليمه من الصلوات فإنه يحرص على أن يكبر، لأن هذا ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل عمل المسلمين عليه. جميل. نعم. نأخذ فاصل أيها المشاهدون والمشاهدات، ثم نستكمل هذا الحديث الجميل عما يتعلق بالمشروع من أعمال اللسان في الحج، فابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات، ونستكمل هذا الحديث الشيق عن أعمال القلوب واللسان في الحج. كان ضيفنا يتكلم عن مشروعية التكبير وصفته. صاحب الفضيلة، التكبير الجماعي، بعض الحجاج يأتون جماعة ويكبرون مع بعضهم جماعة، لا يكبر كل واحد بمفرده، ما حكم هذا التكبير الجماعي؟ والله يا دكتور الذي يظهر والله أعلم أن هذا لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن ليس عندنا شيء يعني من الأدلة، لا من جهة الأحاديث ولا من جهة أثار الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا، يبتدئون سويا وينتهون سويا. والذي يظهر والله أعلم أنه داخل في الإحداث في التكبير في صفته، وينبغي على المسلم أن يكبر لنفسه وتكبر المسلمة لنفسه، كل يكبر لنفسه ولا حاجة إلى هذا التكبير الذي لا عليه ليس عليه دليل الذي هو التكبير الجماعي. جميل. نعم. يعني يدخل في الممنوع من البدع التي سبق ذكرها. نعم، ونحن قلنا إن من جملة البدع، ينبغي إنسان أن يجتنب البدع مطلقا. نعم, نعم. جميل. طب ننتقل صاحب الفضيلة إلى عبادة عظيمة في هذه الأيام الفاضلة وهي الدعاء. نعم. فلو حدثتمونا عن أهمية الدعاء للحاج في هذه الأيام. لا شك أن الدعاء من أعظم ما ينبغي الحرص عليه، ولا سيما يوم غد. والحاج من فضل الله عليه أنه اجتمعت له ثلاثة أسباب لقبول الإجابة، فهذه ينبغي أن يهتبلها الحاج ويحرص عليها، فرصة عظيمة. أولا، في الغالب الحاج مسافر، يعني أغلب الحجاج مسافرون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند أبي داود وغيره عن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: المظلوم والوالد والمسافر. الأمر الثاني، كونه قد تلبس بعبادة الحج، وهذه بحد ذاتها فضيلة تستوجب إجابة الدعاء. ثبت عند البزار بإسناد حسن ورواه غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الأمر الثالث، كونه في هذه البقاع المباركة في مكة والمشاعر، وهذه جديرة بأن تكون سببا من أسباب القبول، وهذا يتوارد عليه أهل العلم أن المكان الفاضل أقرب إلى القبول، وفي هذا الباب بعض الآثار ولا أطيل بذكرها. المهم أن الدعاء ينبغي أن يكون ديدن الإنسان إذا كان في هذه البقاع وهذه العرصات المباركة. نعم. جميل. هناك مواطن لإجابة الدعاء، ما هي هذه المواطن فيما يتعلق بالحج؟ نعم، بالتتبع يمكن أن يقال إنها ترجع إلى ثمانية مواضع: أولا على الصفا، وثانيا على المروة، وهذان موضعان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إذا صعد على الصفا وعلى المروة ويرفع يديه ويكبر ويهلل عليه الصلاة والسلام ويدعو. وإني لآسف أن بعض الحجاج لا يحرص على تطبيق هذا الأمر، مستعجل، كأن الغنيمة هي أن ينهي الإنسان سعيه سريعا، مع أنه ما تكلف ولا تعب إلا لأجل أن يحج إلى بيت الله، فما الذي يعني خلفه يحثه على أن يسرع؟ فأنا أقول فرصة للاستمتاع حقيقة، إعطاء القلب حظه من الفرح والابتهاج بذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك المقام. إذن عندنا على الصفا، عندنا على المروة، عندنا يوم عرفة في عرفة، وعندنا أيضا في مزدلفة بعد الفجر إلى أن يسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا الأمر الخامس، وهو بعد الجمرة الصغرى في أيام التشريق،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو عليه الصلاة والسلام. والموضع السادس بعد الجمرة الوسطى والجمرة الثانية، الأمر السابع أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود دعاء عظيما جاء في كتاب الله في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحديث في ذلك لا بأس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن وهو الدعاء الذي يكون في الوادي بين العلمين في الصفا، فإن الثابت عن ابن عمر وابن مسعود وعن غيرهما من السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فهذه ثمانية مواضع ينبغي الحرص على الدعاء فيها خصوصا مع الدعاء مطلقا في كل وقت. نعم جميل، أحسن الله إليكم. ماذا توصي وتنصح الحاج فيما يتعلق بالدعاء؟ أوصيه بخمسة أمور. أولا أن لا يدعو إلا وهو حاضر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وغيره: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. الأمر الثاني أوصيه أن يحسن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يثني على الله عز وجل، وأعظم ما تثني به على الله عز وجل بأسمائه وصفاته قبل أن تبدأ دعائك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل إلى الله عز وجل ولا تعجل، من الخطأ أن تبدأ مباشرة في الدعاء دون أن تثني على الله عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن تقدم بين يدي دعائك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الأمر الرابع أن يكثر الإنسان من أن يكرر الإنسان دعاءه ثلاث مرات، فإن في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأذل ثلاثا صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن يخلص الدعاء، أن يكون دعاؤه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ويمكن أن نضيف أمرا سادسا وهو أن يحرص على المأثور من أدعية القرآن ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه لا شك أنها أولى بالدعاء وأجدر بالإجابة. جميل. هناك صاحب الفضيلة أدعية يكثر فيها السجع ونحو ذلك، يقرأه أحيانا الحاج هو لا يتأمل معناها، هل أفضل أن يقرأ دعاء مرتب أو أن يدعو بما عنده حتى لو لم يكن مرتبا أو لم يكن مسجوعا؟ والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا عن التكلف، التكلف في الدعاء لا شك أنه أمر مذموم. والله إن تكرار الإنسان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني بقلب صادق خاشع مخبت صادق في هذا الدعاء، والله إنه خير من صفحات تقال من أدعية مسجوعة ليس للقلب منها حظ. والله المستعان. الله المستعان. صاحب الفضيلة كذلك دعاء الإنسان في هذه المواطن لمن أحسن إليه، لوالديه، لمن يجب عليه رعايتهم، ذريته، ما وصيتكم في ذلك؟ والله إن من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه أن يدعو لنفسه أولا، ثم أن يدعو لمن حوله من ذرية وأزواج وأصدقاء ووالدين وولاة أمر فيما يخصه هو أو في مشارق الأرض ومغاربها، لأن صلاح هؤلاء صلاح للرعية. فينبغي على الإنسان أن يخص ويعم في الدعاء، يخص نفسه ويعم إخوانه أيضا المسلمين. نعم جميل. أختم بمسألة يسيرة يعني يكثر السؤال عنها، وهي ما يتعلق بالاعتداء في الدعاء. ما المراد بالاعتداء في الدعاء بما أننا تكلمنا عن الدعاء؟ نعم، الاعتداء في الدعاء هو السؤال الذي يتضمن مخالفة لله عز وجل شرعية أو مخالفة قدرية. المخالفة الشرعية كل مخالفة شرعية تتعلق بالدعاء، وأعظم ذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى الذي هو الموت الأحمر الذي هو الشرك الأكبر. ومن ذلك أيضا التوسل لله عز وجل بتوسلات لا أصل لها، هذه من البدع في الدعاء وربما تكون من وسائل الشرك، بالتوسل بجاه فلان وحق فلان، وكل ذلك لا أصل له في الشريعة. أيضا ما تفضلت به رعاك الله وهو التكلف في الدعاء من جهة السجع وما إلى ذلك. أما من جهة القدر فأن يسأل الإنسان الله سبحانه وتعالى شيئا حكم أن لا يكون، كان يسأل الإنسان الله عز وجل أن يجعله نبيا أو يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد
من بعده إلى آخره، كل ذلك لا شك أنه داخل في الاعتداء في الدعاء. جميل، أحسن الله إليكم. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. أيها المشاهدون والمشاهدات، من هذه المشاعر المقدسة نبث إليكم هذا البرنامج الركن الخامس، وموعدنا معكم غدا يوم عرفة، وغدا ستكون الحلقة بإذن الله تعالى من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة، ثم نرجع في الأيام التي تليه إلى موعدكم الدائم وهو من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة. فموعدنا بإذن الله تعالى يوم غد يوم عرفة في صعيد عرفة بإذن الله تعالى في الساعة الثانية. ادعوا لأنفسكم، وادعوا لوالديكم، وادعوا لمن سهل لهؤلاء الحجاج حجهم من ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومن كان سببا في تسهيله من رجال الأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.